واش راسكم بان من الاشياء تزيد العنف داخل المجتمع هي العاب الفيديو؟ وكاين مجموعه ديال الدراسات العلميه تتاكد بان اطفال اللي تيمارسوا العاب ديال الفيديو اكثر من 6 او 7 ساعات يوميا تيقل عندهم الانتباه وتيقل عندهم الاحساس بالعنف وتيولي عندهم العنف اللي كاين في العالم الافتراضي يمكن له يديروه في العالم الواقعي. ومن جهه اخرى تقول مجموعه من الباحثين بان هاد الالعاب ديال الفيديو تقلص السلوك الاجتماعي عند الاطفال وعند المراهقين وتولي الاطفال ما تيبغوش يجلسوا مع العائله والاصدقاء تيبغي يفضلوا انهم يبقوا مع اللعبه ديالهم اللي فيها العنف وما تيقدروش يبنيوا واحد الحياه اللي فيها تواصل فيها حوار. وبهذا المعنى فان زياده العنف عند الاطفال اثناء اللعب تتعني انهم ما تيبقاوش يتحكموا في الدواوات ديالهم. تنعرفوا بان اهم حاجه كيخصك تعلم الطفل هو انه يكونترولي السلوكات ديالو تكون عنده واحد القدره على التحكم في ردود الافعال ديالو. ولكن الادمان على العاب ديال الفيديو انه تيخليهم يفرزوا الهرمون ديال الدوبامين بشكل كبير، الامر اللي تيخلي الفص الجبهي اللي مسؤول عن التفكير والادراك تيتقلص عندهم وتيبقاوش يفكروا وما تيطوروش في المهارات الذهنيه والعقليه ديالهم. وهذا الامر هذا تيخليهم انهم يفضلوا يعيشوا مع الشاشه اي مع الالعاب ديال الفيديو في البيسي ولا في الجيمر ولا في التليفون بدل انهم يجلسوا واحد المكان اللي فيه تواصل مع الاصدقاء ولا العائله. اذا خصنا نردوا البال مزيان من هذه الالعاب ديال الفيديو لانها في بعض الاحيان تتكون مدمره وبخصوص الالعاب اللي فيها العنف مثل بابجي وفري فاير وغيرها من الالعاب اللي اصبحت سائده في المجتمعات كامله. وكاين كثير من الدراسات والعلماء اللي منهم العالم الامريكي فيليب زيمباردو تاكد الخطوره لهذه القضيه، ولكن لان الشركات في سبيل الربح وفي سبيل انها تحقق ارقام عاليه من الاموال كاين واحد التعتيم اعلامي على هذه الدراسات وما كاينش واحد التوعيه اعلاميه بالخطوره ديال هذه الالعاب هذه. اذا الخلاصه ديال هذا الفيديو الاصدقاء اننا نردوا البال بالنسبه للوليدات انه اللي عنده شي وليدات ديالو انه يردوا من البال ما يخليهمش يفرطوا في الالعاب ديال الفيديو خاصه الالعاب اللي فيها العنف ويحاول الهاتف ما يكونش عند الاطفال يحيدوا لهم لانه تنشوفوا اليوم بانه الاطفال في المنازل ولا فيما يشوفوا التليفون كيتحلوا عينيهم وتيبغوش يحيدوا رسوم منه. اصدقائي اللي عندكم شي اسئله خليوها لنا في التعليقات وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء باش تعمل فائده وتبارك الله عليكم.